محمد عثمان هيجيب له جنان، محمد عثمان ولعها نار وادالك وعطالك وراح وجه ورقص ودخل على الجون واداها اداله القضيه في الحته الفاضيه. انا نفسي اعرف الحكم اللي بيحكم ماتش الملاكمه ده هيكملوا ازاي؟ هيكملوا ازاي؟ هيكملوا ازاي؟ ده مش بي دلوقتي مش شغالين بالفوطه والميه على مرتضى، ده جايبين له ملايه سرير، بملايه سرير بعيد عنك الضغط والسكر وصل القالولو. العملية ولعت نار واتفرج على محمد عثمان. نروح للحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. في الحقيقة انا احتجت وقت طويل وجهد كبير عشان اتخذ قرار بالرد المباشر على المدعو مرتضى منصور بنفس الطريقة دون تلفيق ودون اكاذيب اعتاد عليها المذكور، وانما انا هطرح على حضراتكم وعليه حقائق لا يستطيع ان يجحدها او ينكرها ولا يملك شجاعة الرد عليها. للأمانة قبل ما أبدأ وأحكي تفاصيل، أنا عايز أعتذر إن في الظروف اللي بتمر بها البلاد، ظروف قاسية، نسأل الله العفو والعافية لكل المصريين. وبرضو أنا لجأت لهذه الطريقة لأن كل بلاغاتنا اللي تقدمنا بها ضده على مدى عام كامل كان لنا الإساءات والإهانات، وترفعنا على الرد عليها باعتباري قيادة نقابية وشخص عام وموجود في العمل العام، كثيرين يعرفوني كويس. ترفعت كثيرا لكن بلغ السيل الزبا، الأمور فقط الحد، كل يوم تطاول دون حسيب أو رقيب أو دون أن يقف حد، ومن هنا كان لابد من الرد على المذكور بذات الطريقة. لكن أنا هطرح على الرأي العام حقائق وليست أكاذيب. أنا علاقتي بهذا المذكور بدأت، كان لي الشرف أن أنا كنت من القيادات الطلابية الوطنية في جامعة عين شمس في أواخر الثمانينات، وكان بيتم دايما قيادات الطلبة بيتم اعتقالهم، لكن كنا بيتم اعتقالنا في قضايا وطنية ودفاعا عن ثوابت قومية، ولم نرفع في أي مظاهرة لنا إلا علم مصر، علم مصر بس، لأن احنا ما نعرفش غير علم مصر. 11 نوفمبر 88 وقت متأخر من الليل فوجئنا بأن الباب الرئيسي لهذا العنبر اللي احنا كنا موجودين فيه ده سجن استقبال ترى، وكان في الدور، احنا كنا في الدور الثاني بوجود إيراد جديد. السجن الليل المعتقل بيبقى مقفول، بالنهار الزنازير في الدور الأرضي الحبس فيها انفرادي. صحينا الصبح كلنا الناس اللي موجودة وفوقنا ان في زنزانة كانت في اخر السجن دي بتلقى فيها المهملات، تحط فيها الزبالة، دي ما كانش حد بيسكنها، وهي الزنزانة متر ونص في 3 متر طولي وفيها حمام صغير جدا وفيها مية، وكان النظام اللي بيجي هذا المكان بيقعد اول 3 أو 4 ايام لا يفتح ليه ولا يخرج فسحة. وفوجئنا بخبط شديد على باب هذه الزنزانة وشخص يبكي بكاء مريرا ويستغيث وبيطلب ان يفتحوني بصورة صعبة. اللي كان متولي العنبر شاويش كان اسمه عباس، ده طبعا غير الشاويش زكريا اللي الناس بتتكلم عنه، ده كان بيتولي الفترة النهارية والتاني كان بيتولى الفترة المسائية. واستأذن لكم يفتح نشوف ده مين وده موضوعه ايه هذا الرجل الذي يستغيث. فتح الزنزانة الراجل وكان معايا زملاء الطلبة اللي كانوا معتقلين في الوقت ده، كانوا 4 ما زالوا كلهم على قيد الحياة طبعا يشهدوا هذه الوقائع. أستاذ علاء ده راجل محترم محامي كبير، أستاذ صلاح، أستاذ أحمد حسن وآخرين. كان في نفس المكان ده على فكرة كان موجود تنظيم إرهابي اسمه النجوم من النار، حاول اغتيال الصحفي الكبير المحترم مكرم محمد أحمد، لأن مكرم كان بيحارب الظلاميين بالقلم فضقوا به زرعا حول يقتلوا. مكرم ده العظيم المحترم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اللي كل يوم هذا الشيء بيتناول هذا الرجل بملايين. ده الفرق بين الظلمطاحي النصاب مدعي الوطنية وبين الوطن التنويري الحقيقي الذي حمل روحه على كفه لمواجهة الظلاميين.
فتحنا وفوجئنا به، احنا ما نعرفوش، واحد كده ابيض شعره يعني شكلنا فيه يعني شكله مش يعني ده شكله مش سياسي. فمين دوت يا جماعه؟ حد رد ورا كده عسكري او شاويش تاني قال ده واد نصاب كان شغال مع الريان. فكنا طبعا ببكاء الشديد. الوصف ازاي؟ التفاصيل ازاي؟ انا كل اللي اقدر اقوله دلوقتي لان ده هفرد له التفاصيل ايه؟ المشهد كان ازاي؟ الموقف كان ازاي؟ اللي بيدعي انه اسد لما الناس كانت تعرف شكل الاخ ده كان ازاي؟ لا ده اسد وهمي ولا اسد بلاستيك غير حقيقي لان احنا شفناه بصوره يعني انا طبعا هوصفها في فيديو اخر. فحضور هذا الجمع يعني 7 أو 8 بيفتحوا زنزانه لسجين جديد. طبيب الدكتور طبيب السجن اعتقد كان اسمه الدكتور مصطفى حامد عايله وقال لنا ان عنده اصابات شديده احمرار. طبعا احنا كنا شايفين منطقه الافه دي كانت يعني حاله الاحمرار فيها شديد جدا. وقال ان هو عنده تهتك سفلي عينه الطبيب واكد وقوع هنا وهتتاثر بيها حركه المذكور في المشي وان خضعاته هتظل متاثره طول حياته. انت بقى لو راجل يا صفيحه، انت لو راجل يا اخ مرتضى اطلع قول للناس انت بتزك ليه؟ قد تكون الزكه اللي موجوده عندك من اثر ما حدث في هذه في هذا التوقيت. ده كان مشهد البدايه. اما مشهد النهايه لان العلاقه امتدت 31 سنه او 32 سنه، مشهد النهايه كان في مكتبي 30/5/2015 وقبل ان يلتحف بالحصانه. انا بقول الكلام ده عشان الناس تعرف الاخ ده كان سلوكه ايه قبل الحصانه والموقف اصبح ازاي بعد الحصانه. قبل الحصانه زميلي طارق العوضي هذا الرجل تناوله ايضا، استاذ طارق العوضي محامي محترم وزميل وصديق، واستصدر حكما حضوريا بحبسه وكان يستوجب حبسه. سعى الي عن طريق اصدقاء وزملاء محامين، انا بحبك وبقدرك وعارف اللي بيننا، ارجوك تدخل لانهاء موضوع الاستاذ طارق العوضي لان انا اصبحت النهارده مهدد بالحبس. عملت صيغه موجوده طبعا كل الناس تقدر تخش تشوفها ونشدت الزميلين ان هم يجوا ان احنا ننهي هذا الامر. وكان مشهد النهايه لعلاقتي بالاخ مرتضى منصور في مكتبي، واقنعت الاستاذ طارق العوضي ان يتنازل له عن القضيه. اما بين المشهدين، مشهد البدايه سجين مكسور ذليل متهم بالاستيلاء ومتهم في اكبر قضيه نصب تعرض لها الشعب المصري، دي كانت البدايه. وفي مكتبي الانهاء قضيه زميل الاستاذ طارق العوضي كان مشهد النهايه. بين المشهدين دولت 30 سنه. بسرعة كده اللي أقدر أقوله، أنا شلته على إيدي في معركة اتضرب فيها، استغاث بيا في أكتر من موقف تم التعدي عليه، انتهاء بحضوري معاه في موقعة الجمل. والكلام ده ثابت في محضر الجلسة، وكان فيه زملاء محامين محترمين على رأسهم أستاذ جميل سعيد وأستاذ محمد حمودة، وكان جاي عامل فيها مايت بعربية إسعاف. كل هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى انا هوضح كل حادثه من دول في وقتها بالصوره اللي تناسبها. التفاصيل اللي عند مرتضى لا تتخيلها يا مدعي الوطنيه اللي بتزعم انك انت بتدافع عن الدوله المصريه وان انا ضد الاخوان المسلمين. انت ربيب الاخوان المسلمين، انت خدام الاخوان المسلمين، هم من حملوك الى مجلس الشعب في 2005 عم مراتك شفيق الدين. وانا هوريكم شفيق الديب عن مرات مرتضى منصور نائب الاخوان المسلمين اللي حمل مرتضى الى مجلس النواب. اسال بقى سجن المقطع المزوري سيد الفضيله الدكتور منصور تبقى بنت عمي وروحك اكثر من الناس. اتخرجت عندي طبعا كان عجباه، كان نسبه كويسه جدا، عائلتها معظمهم اخوان مسلمين. مش شفيق الدين بس والاخوان المسلمين، لا، الامر تطور لتنظيم الجهاد بمرافعته عن حازم ابو صلاح ابو اسماعيل. وانا عايز حضراتكم، انا هحكي كل قصه من دول.
بتفاصيلها باشخاصها، لكن انا عايز حضراتكم تبصوا تشوفوا مرتضى منصور وهو بيقول الكلمتين دول في مجلس الدوله وينافق حازم ابو اسماعيل، وبيبص له ازاي باستجداء كانه بيقول له انا عجبتك يا سيدي، انا عجبتك يا شيخ حازم، انا كنت كويس يا شيخ حازم وانا بقول الكلمتين دول قدام المحكمه، خدام ومنافق وافاق طول عمرك. في الوقت اللي انت كنت فيه خدام للاخوان، لا انا نقيب محامين القاهره ومعي كل المحامين الشرفاء والقوى الوطنيه. اسلوب القاء التهم على الناس دي مساله محفوظه، انا لا ترهبني، انا تاريخي بشكل محترم لدى كل الناس معروفه، كل الهكس اللي انت بتقوله دوت لا يستحق الرد عليه، الناس تقدر تدخل على جوجل وعلى النت وتشوف اي حاجه من التهديس اللي انت بتقوله ده صح ولا غلط. يا اخ مرتضى اللي بتدعي انك كنت معارض لنظام مبارك وانك ضربت ذاتي بدري بالجزمه عشان كده اعتقلك في قضيه الران، لا القصه مش كده، لان الواقعه المكذوبه ديت حصلت بعد خروج الوزير للخدمه بحوالي 10 سنوات. تفاصيلها ايه؟ لا انا هحكي تفاصيلها في الفيديو اللي جاي. كانت الفنانه صباح بتغني اه يا معلم، ولا انا مش هقول، انا هكمل التفاصيل. يا كذاب يا مريض كذب يا اللي بتتنفس كذب، انا هحكي الحكايه للناس باسمائها بالشهود اللي عايشين لغايه دلوقتي. بشكركم واسف للاطاله، ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. يعني اعتقد ان حضراتكم هتاخدوا الفيديو ده من على صفحه عبد الناصر زيدان، سواء فيسبوك كره بلدنا او الاعلامي عبد الناصر زيدان، وبعد الحلقه مباشره هتلاقوه موجود. كمان من خلال اللي انا عرضته ده، اعتقد انها ضربه موجعه ومن العيار الثقيل، واداله القضيه في حته الفاضيه. لم يقف الامر عند هذا الحد، الاستاذ محمد عثمان اكتفى النهارده في تعليقنا على الفيديو، ولموا بعض، عندنا مفاجاه من العيار الثقيل تاني، اوعى حد يمشي، عندنا مفاجأة مزلزلة يا محمد، عندنا مفاجأة مزلزلة تاني، عندنا مفاجأة من العيار الثقيل. ولكن النهاردة أخيرا عرفنا إيه سبب الزكة اللي فيها مرتضى منصور على مسؤولية محمد عثمان. أخيرا عرفنا، وربنا يستر علينا وعلى الجميع. بيقول لك إن إيعاها مستديمة في مش عارف فين على مسؤولية الأستاذ محمد عثمان كما ذكر. يعني وما تنساك الهاشتاج اللي لسانه طويل في اللي أطول منه، اللي لسانه طويل في الأطول منه. مش عايز أطول في الفيديو ده، كان يلف العالم.